صديقي العزيزين، السيد رئيس الجمعية العامة فوك يريميتش والسيد نائب الأمين العام يان الياسون، السادة الزملاء، السادة الحضور، من المثير Mr. Ambassador, may I again apologize and ask you to stop for a second because I'm not going to allow a procedure to go on in this room without everybody being able to understand in each of the six languages of the United Nations what is being spoken from the rostrum on an issue of such huge importance. I apologize. This is my fault. John. Can we fix this or I'm going to disband this meeting. Is that okay now? Does it work now? Mr. Ambassador, I am told that it should be working now, and I very much hope that I got the right information. So may I please ask you to proceed with your remarks. شكراً سيد الرئيس. كنت أقول بداية أنني استمعت باهتمام بالغ لكلمة صديقي رئيس الجمعية العامة السيد فوك يريميتش، وهي كلمة أرجو أن تكون جزءاً لا يتجزأ من محاضر هذه الجلسة لما فيها من تحليل دقيق لما يجري في منطقتنا وحول المنطقة، وكذلك قراءة دقيقة تستقرئ القادمة من الأيام في حال أصرت بعض القوى على رفض الحل السياسي والمضي قدماً في التلاعب بمقدرات شعبنا وشعوب المنطقة. أوجه أيضاً تحيتي إلى السيد نائب الأمين العام صديقي العزيز يان الياسون. سيد الرئيس، من المثير للعجب حقاً أن يقدم مشروع القرار المطروح أمامنا في إطار البند المعنون منع نشوب النزاعات المسلحة، في حين أن مضمون المشروع يتناقض تماماً مع عنوان وهدف هذا البند النبيل. من حيث سعي مشروع القرار إلى تصعيد الأزمة وتأجيج العنف في سوريا عبر خلق سابقة خطيرة في العلاقات الدولية تحاول إطفاء الشرعية على تقديم الأسلحة إلى المجموعات الإرهابية في سوريا، وتمرير اعتراف غير شرعي بفصيل معين من المعارضة الخارجية بدعوى أنه، وأقتبس، الممثل الشرعي للشعب السوري. انتهى الاقتباس. وذلك على الرغم من أن هذا الفصيل المنقسم على نفسه والذي ليس لديه رئيس لا يمثل حتى أطياف المعارضة نفسها لا في الداخل ولا في الخارج، ومع ذلك وجد من أعد مسودة هذا المشروع
وجد أنه من المناسب أن يتحدث باسم الشعب السوري ككل، باسم ملايين السوريين ككل في الداخل وفي الخارج، وأن يملي عليكم أن الممثل الشرعي للشعب السوري يجب أن يكون هذا الفصيل الصغير من المعارضة الخارجية، وهي معارضة ولدت وترعرعت وتم تسمينها وتغذيتها في الدوحة في قطر إعلامياً، وأما سياسياً فقد جرى الشيء نفسه في عواصم أخرى في المنطقة وخارجها. ومن الملاحظ أيها السادة أنه كلما لاحت بوادر تبلور حل سياسي للأزمة في سوريا تزداد وتيرة وحجم العمليات الإرهابية على الأرض، وتتسارع خطوات بعض الدول لإجهاض هذا التوجه، وكأن رسالتهم تقول بأن الحل السياسي السلمي التحاوري غير مسموح في سوريا. وخير مثال على ذلك هو مشروع القرار المطروح أمامنا، والذي يعتبر سباحة عكس التيار في ضوء التقارب الروسي الأمريكي الأخير الذي رحبت به الحكومة السورية. سيدي الرئيس، مئات العمليات الإرهابية بما في ذلك الانتحارية منها حصدت أرواح أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء بتواطؤ استخباراتي دولي، استجابة إلى دعوات زعيم تنظيم القاعدة وغيره لتدمير الدولة السورية وتأسيس خلافة إسلامية مجاهدة مكانها على حد وصف زعيم تنظيم القاعدة. عمليات علنية وموثقة بتقارير أممية لتهريب مختلف أنواع الأسلحة إلى سوريا من ليبيا وغيرها، وهي كلها أمور موثقة. جرائم بربرية غير مسبوقة وانتهاكات موثقة لحقوق الإنسان تقوم بها مجموعات إرهابية مسلحة في سوريا. إجراءات اقتصادية وتجارية ومالية قسرية أحادية الجانب وغير شرعية فاقمت المعاناة الإنسانية للشعب السوري. عمليات اغتيال وخطف منظمة لرجال الدين الإسلامي والمسيحي. تدمير أقدم كنيس يهودي في المنطقة في ضواحي دمشق وبيع مقتنياته في أسواق بيروت وغيرها من قبل العصابات المسلحة وتجار الآلام. انتهاك ممنهج لحرمات الأضرحة وتدنيس للمقدسات الدينية واعتداء همجي على معالم أثرية ورموز فكرية تاريخية ناصعة في مشهد يذكرنا بهدم تماثيل بوذا في باميان أفغانستان، وبتصرفات مشابهة في تونس وليبيا ومالي وفلسطين المحتلة. كل ما ذكرته للتو سيد الرئيس هو غيض من فيض مما يحدث في بلاد سوريا، وقد أقر به حتى مسؤولي بعض الدول مقدمة مشروع القرار، إلا أن الأيادي التي صاغت مشروع القرار قد شلت على ما يبدو عندما وصل الأمر إلى إدانة هذه المسائل وإبراز خطرها على سوريا والسوريين، حتى أن المشروع، مشروع القرار المطروح أمامكم، لم يأتي على ذكر كلمة إرهاب ولا مرة واحدة. ولكن سيد الرئيس، قد يقول قائل بأن مطالبة مقدمي مشروع القرار بإدراج تلك المسائل في مشروعهم وإدانتها إنما هي مطالبة لا يمكن تلبيتها بطبيعة الحال. لماذا؟ لأن بعض مقدمي المشروع سيدينون بذلك أنفسهم، بأنفسهم
نظراً لتورطهم حتى النخاع في كل تلك الأمور التي تجاوزت في سقف إجرامها الإرهاب نفسه. سيد الرئيس، إن إجلاس ما يسمى بالائتلاف الوطني السوري على مقعد سوريا في جامعة الدول العربية بطريقة غير شرعية، ومن ثم محاولة مقدمي المشروع توريط الجمعية العامة في منح هذا الائتلاف صفة تمثيلية وهمية للشعب السوري، إنما يرمي حقيقة إلى تقويض الدولة السورية ومؤسساتها ككل، وقطع الطريق أمام أي حل سلمي للأزمة استناداً لقراري مجلس الأمن 2042 و2043 وبيان جنيف، علاوة على أنه انتهاك فاضح لميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية ولأحكام القانون الدولي. إن الائتلاف الوطني السوري الذي تم استحداثه في الدوحة في قطر يضم أيها السادة نظرياً على الأقل 63 عضواً، لكنه عملياً لا يضم إلا 53 عضواً. لماذا؟ لأن أولئك الذين استحدثوا هذا الائتلاف المعارض المتطرف الرافض للحوار في الدوحة تركوا 10 مقاعد يملأها العلمانيون من المعارضين السوريين، وبعد مرور حوالي سنة لم يعثر القطريون بعد وحلفاؤهم على 10 من العلمانيين السوريين المعارضين يقبلون بأن يكونوا جزءاً من هذا الائتلاف الذي تسيطر عليه بطبيعة الحال أجنحة متطرفة دينياً. أليس من المستغرب أيها السادة أن بعض الدول التي تدعي العمل على جلب الديمقراطية والحرية إلى سوريا والحرص على تمكين الشعب السوري من تحديد المستقبل الذي ينشد تقوم في نفس الوقت بمصادرة حق هذا الشعب في اختيار ممثليه وقياداته، وتقرر نيابة عنه بأن جهة معينة تم استيلادها في الدوحة هي الممثل الشرعي الوحيد له. لكن يبدو أيها السادة أن تلك الدول ذاتها قد أدخلت بعض التعديلات الخاصة بها على مفهوم الديمقراطية، بحيث أصبحت الديمقراطية الحقيقية بنظرهم تقوم على حق بعض الدول في اختيار ممثلي وقيادة بلد آخر دون تدخل داخلي من شعب هذا البلد نفسه. هذه هي القراءة لدى بعض مقدمي مشروع القرار. السيد الرئيس، لقد لفتنا عناية الجميع عدة مرات إلى دور جامعة الدول العربية الهدام الذي تقوده قطر والسعودية بالذات مع العضو الجديد في الجامعة تركيا، إزاء ما يجري في سوريا بدءاً من تلاعبها ببعثة المراقبين العرب وانتهاءً بقراراتها الأخيرة التي أعطت الحق لدول الجامعة بتقديم الأسلحة للمجموعات الإرهابية، وهو ما يعتبر تمويلاً ودعماً للإرهاب وفقاً للمعايير القانونية الدولية ذات الصلة. هذا ناهيك عن أن هذه القرارات لا تتعارض فحسب مع الدور المناط بالمنظمات الإقليمية وفقاً للفصل 8 من ميثاق الأمم المتحدة، بل من شأنها إذا ما طبقت توجيه ضربة قاسمة لإمكانية التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وهو بالضبط ما يسعى إليه بعض مقدمي مشروع القرار. هم لا يريدون حلاً سياسياً سلمياً للأزمة السورية، هم يسعون فقط وراء ما يسمونه بتغيير النظام بأي وسيلة كانت، regime change،
ويسمون ذلك game, لعبة. Changing the rules of the game. آلام الشعب السوري واستقرار سوريا ومصير سوريا هو كله عبارة عن game, لعبة. سأستشهد هنا بما ذكره المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي في إحاطته أمام مجلس الأمن بتاريخ 19 نيسان الماضي حول قرار الجامعة العربية المؤرخ في 6 آذار 2013 وهو قرار اعتمد في الدوحة كما تعرفون. وأقتبس وسأقرأ باللغة الإنجليزية. If the language of that resolution is to be taken literally, this means that for the League of Arab States, the Geneva process is to be considered obsolete. No dialogue or negotiations are possible or necessary. إذا كان المبعوث الأممي يقول ذلك بحق هذا المشروع، فماذا تريدون أن نضيف على ذلك؟ إذا كان فساد البترودولار القطري والسعودي قد قضى على مصداقية جامعة الدول العربية وذهب بهيبة منصب أمينها العام وأضر بمهمة الإبراهيمي، فهل ستسمح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بنقل عدوى الإفساد إلى الأمم المتحدة، حيث يتولى كما تعرفون النظامين القطري والتركي الراعيين للتطرف الديني في سوريا يتولون مسألة حوار الحضارات، بينما يقوم النظام السعودي المجند للإرهابيين الجهاديين كما يقولون بمهمة مكافحة الإرهاب من خلال المركز الذي أنشأوه في الأمم المتحدة ودفعوا 10 مليون دولار تمويلاً له مسبقاً. سيدي الرئيس، لقد تعاملت الحكومة السورية إيجابياً مع جميع المبادرات لحل الأزمة في سوريا سلمياً، وأنا أعلن من على هذا المنبر من جديد بأن الحكومة السورية جادة وصادقة في موضوع الحوار الوطني الشامل بقيادة سورية مع مختلف مكونات المجتمع السوري وكل القوى السياسية بما في ذلك جميع قوى المعارضة الوطنية الداخلية والخارجية والمسلحين الذين يرجحون لغة العقل على حمل السلاح. وهناك ضمانات قضائية وأمنية حقيقية تكفل العودة الآمنة لقوى المعارضة الخارجية ومن بينها أعضاء ما يسمى بالائتلاف إذا ما رغبت هذه القوى بالمشاركة في الحوار الوطني والعملية السياسية. إن الغالبية العظمى من السوريين أيها السادة ترفض العنف والفوضى وتؤيد حلاً سياسياً سلمياً سريعاً للأزمة، حلاً يحافظ على حقهم في الحياة والأمن والاستقرار والمواطنة والعدالة ويصون مقدرات بلدهم ويضمن مستقبل أبنائهم بعيداً عن آثام التطرف وآفة الإرهاب. ولذلك على أطراف المعارضة الرافضة للحوار إن كانت حقاً حريصة على سوريا الوطن وعلى سوريا الشعب وإن كانت حقاً حريصة على وقف نزيف الدم السوري ووضع حد للعنف والدمار أن تضع الأحقاد الشخصية جانباً وترفض تنفيذ الأجندات الخارجية وتنخرط في الحوار الوطني. أناشد جميع السوريين بأن يعوا أن المطلوب خارجياً في بعض العواصم المعنية باستمرار سفك الدم السوري هو ترك الأزمة في سوريا تستمر كما هي حتى تستنزف قدرات بلدنا ويتم تدمير بنيته التحتية ونسيجه الاجتماعي بالكامل، وسيكون الخاسر الوحيد عندها هو سوريا الوطن وسوريا الشعب، ولن يكون هناك من رابح سوى من يروم السوء بهذه البلاد. دعونا نراجع التاريخ البعيد والقريب في أفغانستان والعراق وليبيا ودول أخرى لتعرفوا بسهولة أن الأمر غير متعلق أبداً بحقوق الإنسان
والوضع الإنساني ونشر الديمقراطية ومصالح شعب هذا البلد أو ذاك، وهي كلها أمور نتفق عليها جميعاً، بل يرتبط حصراً بمصالح سياسية وعسكرية واقتصادية لا تخلف وراءها إلا انعدام الأمن والخراب والقتل والإرهاب والتقسيم والطائفية والفقر وغير ذلك من المشاكل التي تستلزم عشرات السنين لحلها. أود أن أؤكد للجميع بأن الحل الحقيقي للأزمة السورية لن يكون في نهاية المطاف إلا سورياً بامتياز وبقيادة السوريين أنفسهم. بناءً على كل ما سبق، فإن وفد بلادي يطلب التصويت على مشروع القرار الوارد في الوثيقة A/67/L63، ونحث كل الدول على التصويت ضده. في الختام سيدي الرئيس، أود أن أنقل إلى عنايتكم وعناية السادة الحضور معلومة مهمة تشير إلى عمق الفساد الجاري في بعض مكاتب هذه المنظمة الدولية، أقول بعض مكاتب هذه المنظمة الدولية. هناك بريد إلكتروني كما يسمى باللغة الإنجليزية إيميل، وصل إلى العديد من كبار موظفي هذه الأمانة العامة. بريد إلكتروني جاء من الدوحة، والذي أرسله هو ما يسمى بسفير الائتلاف لدى قطر. هذا السفير هو الذي أعطى التعليمات للمجموعة الإرهابية المسماة بلواء شهداء اليرموك بأن يقوموا باختطاف عناصر الكتيبة الفلبينية العاملين ضمن قوات الأندف في الجولان. سفير الائتلاف في الدوحة الذي أعطته السلطات القطرية السفارة السورية هناك هو الذي أدار عملية التفاوض مع الخاطفين الذين خطفوا أفراد الكتيبة الفلبينية في الجولان في المرتين، المرة الأولى عندما خطفوا 21 عنصراً وأخذوهم إلى الأردن وتم التقاط الصور التذكارية لهم هناك، وتم تقديم الشاي والعصير والأكل قبل أن يتركوا ليعودوا أيضاً عبر منطقة الفصل ومنها إلى داخل الأراضي السورية. وفي المرة الثانية أيضاً قبل أيام عندما خطفوا 4 عناصر من الكتيبة الفلبينية. هذا هو الإيميل. ورقم تليفون، ورقم التليفون الذي كان يتم من خلاله إصدار التوجيهات من الدوحة هو 00974557546. هذا الإيميل موجود في الكثير من مكاتب الأمانة العامة ولم يتحدث عنه أحد، لم يأتي على ذكره أحد، علماً بأن المسألة تتعلق بسلامة عناصر قوات الأندف العاملة في الجولان. لا أريد أن أعقب أكثر من ذلك. شكراً سيدي الرئيس.